اهلا بيكم يا شباب، انا احييكم جميعا للمشاركه في ناسا سبيس ابس، لان دي حاجه من الحاجات اللي احنا لازم نتعلمها في العلوم والتكنولوجيا المتقدمه. كان بودي اكون معاكم، ولكن للاسف الميعاد ده يختلف مع موعد مع الدكتور بتاعي. وعلى العموم زميلتكم منى حمزه على اتصال دائم بيا، ومن السنه اللي فاتت كمان، وبتقول لي على كل اللي بتعملوه. منا برضو قالت لي حاجة كويسة جدا، إن من أول مرة عملت انتو والمهرجان ده في جامعات كتيرة قوي كانت مشاركة معاكم، وبعدين الطلبة والطالبات دول عملوا برامج زي بتاعكم كده تمام في جامعاتهم، وأنا مبسوط جدا لذلك، وعايزكم تشجعوا جميع الجامعات المصرية، زمايلكم اللي في الجامعات المصرية، انهم يشاركوا في ناسا سبيس ابس، لان دي حاجه كويسه جدا انهم كلهم يتعرفوا على ايه اللي بيحصل في العالم، وازاي هم يشاركوا في هذه العمليه، عشان كل ما تعلمنا كل ما افدنا الوطن، وكل ما افدنا نفسنا، وكل ما عرفنا نرقي الوضع الاجتماعي بتاعنا ايه. عشان كده انا سعيد جدا بالمشاركه دي، وسعيد جدا ان انتوا بتتعاونوا مع بعض. وفي نظري مش مهم قوي ان مين هيكسب حاجه، انا مهم جدا ان انتوا تشاركوا مع بعض، لان دي هي الروح الشبابيه بتاعت مصر اللي عملت ثوره 25 يناير، التجمع والمشاركه والمشاركه للخير ومحاوله العلم والتعلم الاكثر، لان ده هو اللي هيبني البلد، وانتوا اهم حاجة في بناء البلد الجديدة اللي احنا عايزين نفتخر بيها، مصر الحديثة اللي نفتخر بيها هتقوم على ايديكم. فانتوا لازم تشاركوا كلكم مع بعض، وتشاركوا العالم كله في العلم والمعرفة في جميع المواضيع. وطبعا ناسا سبيس ابس واحدة من هذه المواضيع، وانا سعيد جدا ان انتوا ماشيين فيها كويس، ونفسي ان انتوا تستمروا في هذا العمل، وتشجعوا الناس التانيين انهم يشاركوا في هذا العمل. لذلك فأنا أحييكم وأدعو لكم بكل نجاح والتوفيق، وأنا على استعداد أن أساعدكم في أي شيء، وشكرا والله معكم.